من المنصورة هنتخب ازاي لغاية الصعيد؟ انا ما اعرفش الاشخاص اللي في القائمة 120. طيب. لازم اخد القائمة بالكامل. جميل. القائمة دي حضرتك انا قلت لك في الاول قائمة مغلقة ومطلقة، هيبقى فيها من كل المحافظات، فيها تمثيل للمحافظات والفئات المذكورة في الدستور. وبالتالي انا مش محتاجة، انا من القاهرة مش محتاجة ان بتاع اسيوط الا يصوت للنائب بتاع اسيوط القوي اللي انا هجيبه قوي. القائمة اللي انا بتكلم عليها دي المغلقة المطلقة اللي فيها 120، كل حزب وكل تحالف اي شخص فيها لابد ان يكون قوي، لانها من القاهرة لأسوان. لما اجي اعمل تحالف انا وحزب الوفد وحزب المؤتمر وحزب ايا كان سين او عين او غين، انا مش فاكرة الاحزاب للاسف اسمائهم، واخد بال حضرتك؟ لما هاجي اعمل ده هاجي اقول للوفد اديني 15 نائب من عندك اقوياء يكونوا ممثلين في الفئات المذكورة في الدستور. يعني مش هتدخل فيها مجاملات مع حضرتك؟ لما يجي يديني انا وانا حزب جنبه هنحط اليات لوضع، يعني تعملوا تحالف يعني عشانها؟ طبعا دي هتساعد التحالف، دي حضرتك اولا دي هتساعد في التحالف، تاني حاجه هتقل من المشاكل، لاني انا النهارده مش هشتغل لما انا حتى مستقله يعني. انت كده تضمنوا تاخدوا 20% من البرلمان؟ ثانيه واحده يا فندم، وانا اخد معركه هتحرق وصف انا قاطعتك مره وحضرتك، انا عايز افهمني. ما حضرتك انا ما خلصت، لازم تفهمينا. ما انا ما خلص كلامي، بس انا ده ابداع، انا عايز اضيفه لطلابي في العلوم السياسيه. الابداع اللي انتوا عملتوه ده، ده ملوش اساس، حاجات ملهاش اساس. خلاص يا فندم، والله ملهاش اساس. خلاص يعني بلاش قول، يبقى هو فكره حضرتك بس اللي صح وخلاص. لا مش فكرتي اللي صح، يبقى العلوم السياسيه من 2 من 1923. حضرتك اديني بس وقت اخد فكرتي. طيب. احنا ساكتين وحضرتك اتفضل اتفضل. انا بوضع بس المشاهد، القائمه دي معموله اللي هي القائمه ال 120 عشان الفئات المهمشه التي لا تستطيع ان تنجح في الانتخابات لأسباب تتعلق بعقلية المجتمع، المرأة الأقباط، وأيضا عادت من خلالها ما عادت العمال والفلاحين، العمال والفلاحين والشباب والشباب والإعاقة والمرأة سبع ثمان فئات موجودة، وزائد الشخصيات وزائد الشخصيات العامة اللي لا تستطيع أنها تنزل الانتخابات، وانا محتاجاها في داخل البرلمان. طب ازاي ذكرت مش عايز بتقولي 120 واحد اقوى ناس يا استاذه مارجريت؟ انا هقول لحضرتك 120 اقوى ناس هينزلوا قايمه ولا هينزلوا فردي؟ لا يا فندم، في القوي هو اللي ينزل فردي، ما عنديش سيدات اقوياء ما يقدروش ينجحوا فردي. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، نجحت فردي، انا مستقله. سناء الاسيوطي نجحت فردي، سناء الاسيوطي نجحت. كم على قايمه فردي في اسيوط يا فندم؟ تقول لي على حضرتك على قايمه الكتله. سناء الاسيوطي زميله ليا في المجلس القومي للمراه، لا على وزميله ليا على قائمه الكتله. على قائمه يبقى ما نجحتش كامراه، الا على قائمه، على قائمه الكتله ما فيش ولا سيده. هي كانت على راس القائمه.